الرئيس السيسي يؤكد أهمية دور الجمعيات والكيانات الخيرية ويطالب بالاهتمام بالمبادرات الخاصة بالزراعة لدعم المجتمع. مدبولي ونظيره الصومالي يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجال التعاون الثقافي والإعلامي والتعليم العالي. مصر ترحب بانطلاق آخر مراحل العملية السياسية في السودان وتدعو الأطراف الإقليمية والدولية لاستئناف مساعداتها التنموية للخرطوم. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية دور الجمعيات والكيانات العاملة في إطار العمل الخيري التي تقدم المساعدات في المجالات التي لا تستطيع الحكومة الوفاء بها بمفردها. جاء ذلك خلال انطلاق المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي بحضور الرئيس السيسي. أوجه التحية والتقدير لكل الكيانات اللي بتمثل، مش التحالف بس، مش اللي جوه التحالف بس، لا، أنا كل الكيانات اللي بتعمل في العمل الخيري بوجه لها الشكر والتقدير باسمي وباسم كل المصريين، وده دور إحنا محتاجينه. إحنا محتاجين هذا الدور. النهاردة لما بيكون في مؤسسة مجتمع مدني بتشتغل بتقوم بدور الحكومة مش هتقدر تقوم بيه بنفس الكفاءة. وأنا بتكلم بمنتهى الصراحة دكتور مصطفى. بالعكس، واحنا بنعترف بكده ومحتاجينه. احنا بنتكلم في اكتر من 50,000 جمعيه موجوده في مصر، لكن انا بتكلم تحديدا النهارده على كيانات التحالف، وبقول مزيد من الكيانات الاخرى تنضم، لان الدور المجمع المحشود او المعبأ واللي متنسق ومتسيطر عليه بشكل كويس نتائجه زي ما احنا شفنا في العروض السابقه اللي اتعرضت، سواء على المستوى الاقتصادي او على المستوى الصحي او على المستويات الاخرى بتاعت الاجتماعيه اللي بتتم. لا طبعا، الجهد المتنسق ده او اللي التحالف بيقوم بيه واضح جدا جدا خلال السنه دي. كما اعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن امله في ان يشهد عام 2023 المزيد من الجهود في مجال العمل الاهلي، لافتا الى ان مصر تدفع ثمن الازمات العالميه مثل باقي دول العالم. احنا كنا قلنا 2022 هو عام المجتمع المدني، بس بصراحة ظروف 23 يا جماعة، وأنا بكلم نفسي وبكلم الحكومة وبكلم كل المؤسسات، يمكن تكون محتاجة مننا إن احنا نبذل جهد أكتر من 2022، لأن زي ما أنتم شايفين الأزمة اللي احنا بنتكلم عليها أزمة كبيرة قوي قوي وليها تداعيات على العالم كله، وأنا اتكلمت في الموضوع ده، لكن مش يعني هتكلم فيه تاني، إن الأزمة دي أزمة كبيرة وليها تأثير كبير، وبالتالي إذا كانت منظمات المجتمع المدني محتاجة تشتغل أو الكيان بتاع التحالف يشتغل بهمة وبضغط كبير خلال 22، أنا متصور إنه محتاج يتضاعف هذا الجهد خلال 23. أنتوا قلتوا في 14 مليار هتقدموهم، مش كده يا دكتور مصطفى؟ هتقدموهم، أنا بدعو للجميع للمساهمة أكتر، وإحنا من جانبنا كحكومة أو حتى من صندوق زي صندوق تحيا مصر وبقية الصناديق نكمل الرقم ده أكتر من كده، مش عايز أقول رقم محدد عشان المساهمين يزودوا وعشان كمان الحكومة تبذل جهد معانا في إن احنا نخلي الحركة وتواجدكم التنفيذي اللي أنا بهنيكم عليه. وأنا يعني أنا على اتصال بيكم، بكلم كتير من الكيانات ديت وبدردش معاها وبسمع يعني زي موضوع بتاع التمكين زي ما حضرتك كده، الجمعيه اللي بتعملوها بتاعت ال ان انتوا تعملوا جمعيه وجمعوا فلوس وبعدين تشتغلوا وبعدين تشتغلوا كده، ف يعني انا متابع وشايف انها افكار السيده رضا يعني وكل اللي موجودين عشان ما بس سبت حد، أفكار جميلة جدا جدا وتتناسب مع ظروف المجتمع.
طالب الرئيس السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإيلاء أهمية خاصة للزراعة في المبادرات التي يطرحها لدعم المجتمع. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المبادرات التي ينظمها التحالف محل تقدير، لافتا إلى أن دعم الزراعة له أهمية خاصة. كل المبادرات اللي بتتكلموا فيها الصحية كله زي الفل وكله محل تقدير ودعم مننا، لكن أنا بتكلم على الزراعة تحديدا. إحنا بنزرع في أسوان وسوهاج وفي الصعيد جزء من حوالي 300-350 ألف فدان من القصب. طب أنا هقول لك، وده النهارده أنت استهدفتي الصغار المزارعين، لكن أنا بستهدف قدرتكم في الوصول إلى المزارعين كلهم. طب أنا النهارده عايز إيه؟ النهارده لو انت بتقولي على فدان قصب، لو اتعمل بزراعه حديثه يقلل كميه الميه، لو قلتي 10% من كميه الميه المستخدمه، ده رقم كبير قوي في 350 الف فدان. طبعا. رقم كبير قوي. طب لو قلتي ان هو بيزود الانتاجيه 20-30-40%، انا بتكلم على القصب وبتكلم على 350 الف فدان وبتكلم على كتلة محددة في الصعيد. تمام. لو استهدفتوا ده وقدرتوا توصلوا له بالتعاون مع وزارة الزراعة، لأن بالمناسبة المزارع اللي بيزرع ده بيسيب الحاجة في الأرض 5 سنين. فطبعا يعني صعب عليه إن هو وأنا كلمت في الموضوع ده قبل كده، لكن أنا عايز أقول لكم على حاجة. إحنا كل موضوع بنتكلم فيه بنبقى بنستهدف منه إن إحنا نشاور عليه، نعمل إضاءة ونقول للناس بصوا ما تستقلش بالفدان القصب بتاعك، ما تستقلش بفدان فول الصويا اللي بتعمليه، ما تستقلش بشوية التقاوي السلام اللي حول لك الفدان بتاعك من 10 أدب إلى 15 و20 ويمكن 22. هذا وقد كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من النماذج الملهمة في العمل الأهلي والتطوعي. ضمت قائمة المكرمين أنيسة حسونة، والتي تعد إحدى أيقونات العمل التطوعي والخيري في مصر، والتي توفاها الله قبل توقيعها ميثاق تدشين التحالف بنحو 6 ساعات، وتم اختيارها سفيرة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. وفي كلمتها أكدت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية ليزلي ريد أن الولايات المتحدة بحاجة للاستفادة من النمو الذي تشهده مصر. لفتت ريد إلى أن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مساهمون لا غنى عنهم في مثلث التنمية، وأضافت أن مصر هي الشريك الأكبر والمهم للحكومة الأمريكية، مشيرة إلى أن بلادها أصبحت من أكبر المساهمين مع المنظمات الدولية في دعم الشعوب والدول فيما يتعلق بالأزمات الإنسانية. جهود حثيثة تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة في محاولة لتوفير الدعم والحياة الكريمة للمواطن. ومن أبرز الجهود والخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يعد ركيزة مهمة في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية. جهود حثيثة تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة في محاولة لتوفير الدعم والحياة الكريمة للمواطنين، ولعل واحدة من أبرز الجهود والخطوات التي اتخذتها الدولة كانت بإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي بدأت خطواته التنفيذية في فبراير من عام 2022، وتم وضع مسودة لميثاق شرف التحالف بشكل تشاركي، وتم توقيع وثيقة التحالف من قبل
23 جمعية ومؤسسة، إضافة إلى اتحاد الجمعيات. وفي 13 من مارس من عام 2022 انطلق التحالف الذي يشارك فيه كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي. التحالف يعد ركيزة مهمة في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، ويتكون من 24 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، وتعمل المؤسسات في مختلف مجالات التنمية. التحالف الهام أسهم في دعم مظلة الحماية الاجتماعية بتسعة مليارات جنيه، وفي وقت لاحق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف الوطني بمقدار مليار جنيه إضافية لدعم ومساندة نشاطه المجتمعي، وذلك تزامنا مع كون عام 2022 عاما خاصا بالمجتمع المدني، وسعيا لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة. كما وجه الرئيس السيسي بتطوير عمل التحالف الوطني ليتخطى نطاق المساعدات العينية إلى النشاط التشغيلي. التحالف أطلق أولى مبادراته وصل الخير في رمضان بتكلفة ملياري جنيه، حيث استطاعت المبادرة تقديم مساعدات إلى 8 ملايين أسرة مصرية مستفيدة. كما أطلق مبادرة وصل الخير 2، وشملت تقديم خدمات أكبر بالمحافظات وتنظيم قوافل اجتماعية وصحية وغذائية، لتكون هذه المبادرة هي الأشمل والأكبر والأكثر تنظيما عن غيرها. هي إذن خطوات مؤثرة وجهود كبيرة تبذلها الدولة في محاولة لتقديم المساعدة لكافة المواطنين المحتاجين وتوفير الحياة الكريمة لهم. تعتبر مزرعة وفرة خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم. وتعد المزرعة إحدى ثمار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحيرة لدعم وزيادة منتجات الألبان واللحوم والحد من الاستيراد. جهود إنسانية وطنية لا تتوقف للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتصل خدماته لقطاع الإنتاج الحيواني بإنشاء مزرعة وفرة بمحافظة البحيرة لدعم وزيادة منتجات الألبان واللحوم والحد من الاستيراد. المزرعة أنشئت على مساحة 20 فدانا، وبها 1500 رأس تسمين و1000 رأس حلاب، بالإضافة لإنشاء المزرعة وفق نظم حديثة تم مراعاتها لتحسين السلالات. احنا بدأنا نعمل مشاريع استثمارية، مجلس الإدارة قال الاستثمار ضمان الاستمرار، بحيث ان احنا نعمل مشاريع استثمارية لما تقل التبرعات يكون عندنا عائد، بحيث ان احنا نمشي مشروعاتنا وندي المساعدات الغذائية للناس اللي محتاجة طول السنة. الحقيقة عملنا مصانع أغذية في التجمع الثالث. المصنع ده أكبر مصنع لإنتاج المواد الغذائية الجافة في مصر كلها، بينتج حوالي 25,000 كرتونة في اليوم. كنا بنعبي لينا وبنعبي للغير، لشركات والأفراد والمؤسسات مجتمع مدني، وكنا بنجيب عائد كويس كبير جدا منه، وبدأنا نعمل مشروعات مزارع وفرة. المزرعة تتضمن محلبا آليا لإنتاج ما يقرب من 30 طن من الألبان يوميا باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية،
التي تحافظ على جودة الألبان وزيادة الإنتاج بإشراف مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين وعاملين مدربين على أعلى مستوى من الكفاءة. احنا المزرعة هنا بنعتمد بنسبة كبيرة جدا على كل وسائل التكنولوجيا اللي موجودة في المجال ده داخل مصر وخارج مصر. تمام، احنا عندنا هنا المكن اللي موجود ده كله في المزرعة، ده شغل مكن حليب اوتوماتيك، هو مجرد ما هو انا بضمن ان العامل البشري ان ايد البني ادم اللي شغاله معايا ما لمستش اللبن، فبالتالي انا اقدر اخد لبن صحي سليم بنسبه 100%. مشروع مزرعه وفره يستهدف استكمال تنفيذ مشروع ال 100,000 راس حلاب لصغار المربيين ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، استكمالا لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتقديم كل المساعدات التي تخدم برنامج الحمايه الاجتماعيه للمواطنين الاكثر احتياجاً. ملحمة وطنية حقيقية تحققت بإرادة وإدارة سياسية قوية بمشاركة جهود المجتمع المدني التي حولت هذه الأرض الصحراوية لجنة خضراء ومزرعة منتجة للثروة الحيوانية لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والألبان، لتؤكد الدولة مواصلة جهودها في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم بتوفير المنتجات الغذائية وتوفير حياة كريمة لهم. محمود جميل، التلفزيون المصري. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز وتعبئة 3 ملايين عبوة غذائية لتوزيعها على المواطنين بنصف الثمن للمساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير السلع الأساسية ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة. تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز وتعبئة 3 ملايين عبوة غذائية لتوزيعها على المواطنين بنصف الثمن للمساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية. مليون تحية للي قال لمصر كل الأولوية واللي وقت الجد شال المسؤولية واللي نفسه يشوفها جنة. وتم دفع أسطول ضخم من وسائل النقل الثقيلة والقطارات لتوزيع السلع لمختلف محافظات الجمهورية بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. صعب دي أمينا
كما قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بزيادة أعداد منافذ البيع الثابتة والمتحركة بكافة ربوع الجمهورية وطرح العديد من المنتجات والسلع الغذائية بها بأسعار مخفضة لمجابهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق. وفي سياق متصل قام جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بتوفير مختلف السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية بأسعار مخفضة وجودة عالية، وذلك من خلال المجمعات والمنافذ المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية. احنا رحنا بره في كذا مكان ما لقيناش الاصناف، ولو موجوده بتبقى بسعر غالي. كل حاجه موجوده الحمد لله، فبصراحه يعني كل حاجه موجوده بسعر كويس. لا الصراحه متوفره كويس جدا، واسعارها برضو حلوه احسن من بره بكتير. يعني لو نيجي نقارن بالاسعار الموجوده هنا واسعار بره، لا هنا افضل بكتير. اعتقد دي الاسعار كلها يعني معقوله ومتوفره، ممكن توجد لمعظم الشعب المصري يعني، ويكفي ان الحاجة موجودة ما بندورش عليها زي بلاد اخرى مش متوفر بيها الكميات الخاصة بالشعب المصري. كل حاجة هنا الله اكبر، ربنا يخلي لينا يا رب، ربنا ما يحرمنا منه. القوات المسلحة فوق دماغنا هي احسن من حاجات القوات المسلحة بتاعتنا، جيشنا اللي حامينا ومراعينا بالرئيس بتاعه، افتكر ما فيش احلى من كده. بقى لي فتره يعني انا داخل في تاني سنه، المنتجات عندهم كويسه واسعارها في متناول الجميع، لحوم بلديه، الحاجات طازه اول باول. نشكر السيد الرئيس بجد، حاجه فوق الوصف والله. الف شكر لوزاره الدفاع على المنافس كلها. تاتي جهود القوات المسلحه المستمره في اطار الحرص على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء الشعب المصري العظيم. مليون تحية. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، أسفرت جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 575 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 21 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات، وضبط معهم 202 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 91 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 670 قطعة سلاح ناري، أبرزها 91 بندقية و 61 بندقية آلية و 39 مسدسا و 479 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و 75 خزينة، إضافة ل 1430 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع.
وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 372,274 حكما قضائيا، من بينهم 1,369 حكم جناية و 142,920 حكم حبس و 172,663 حكم غرامة و 55,322 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 14 متهماً قاموا بارتكاب 10 حوادث سرقة متنوعة، وتم كشف غموض 64 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 108 متهم، وتم إعادة 16 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2215 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 2426 متهماً، من بينها ما يزيد على 1180.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وحوالي 1841 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 135.5 كيلوغرام، وضبط قرابة 33.5 كيلوغرام من مخدر الآيس الشابو، إضافة إلى حوالي 65 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 34,836 قرص مؤثر و 17,865 قرصة ترامادول مخدر، وعدد 2023 قرص كيبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 124 مليون جنيه. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 3 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 574 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات 382 طن. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 23 طن. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 301 طن. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط 18 طن. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 20 طن أسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 299 قضية من بينها 102 قضايا من الخبز الناقص الوزن، فضلا عن 106 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف فتم ضبط 9 قضايا بمضبوطات 122 طن. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس وزراء الصومال حمزة بري مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإعلام والتعليم العالي وتوسيع التعاون بين وزارة الأوقاف ونظيرتها الصومالية. نشهد الآن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية. أولاً، التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في المجال الإعلامي بين وزارة الإعلام والثقافة والسياحة بجمهورية الصومال الفيدرالية والهيئة العامة للاستعلامات بجمهورية مصر العربية، يوقعها كل من السيد داود أويس جامع وزير الإعلام والثقافة والسياحة بجمهورية الصومال والسيد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بجمهورية مصر العربية.
التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في المجال الإعلامي بين وزارة الإعلام والثقافة والسياحة بجمهورية الصومال الفيدرالية والهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية، يوقعها كل من السيد داود أويس جامع وزير الإعلام والثقافة والسياحة بجمهورية الصومال الفيدرالية، والسيد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية. التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الثقافية بين وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية ووزارة الإعلام والثقافة والسياحة بجمهورية الصومال الفيدرالية، يوقعها كل من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية والسيد داود ويس جامع وزير الإعلام والثقافة والسياحة بجمهورية الصومال الفيدرالية. التنفيذي لتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية، يوقعه كل من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية والسيد فارح شيخ عبد القادر وزير التربية والثقافة والتعليم العالي بجمهورية الصومال. التوقيع على مذكرة تفاهم لتوسيع مجالات التعاون بين وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بجمهورية الصومال الفيدرالية، يوقعها كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية والسيد أبشر عمر جامع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية. أكد وزير الخارجية سامح شكري على تضامن مصر الكامل مع الصومال في مواجهة الإرهاب واستعدادها الدائم لدعم القدرات الصومالية في هذا المجال. جاء ذلك خلال استقبال شكري لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أبشر عمر جامع، حيث أكد شكري على الأهمية التي توليها مصر مشددا على أنه جزء لا يتجزأ من أولويات الأمن القومي المصري. اعتبرت مصر انطلاق المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية في السودان تطورا هاما وإيجابيا، وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن ثقتها في قدرة الأطراف السودانية على الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وشامل ينهي الفترة الانتقالية. ودعت مصر كافة الأطراف الإقليمية والدولية لاستئناف مساعدتها التنموية والاقتصادية للسودان، الأمر الذي من شأنه أن يساعد السودان الشقيق على التعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية التي يواجهها، وينعكس إيجابيا على مستوى معيشة المواطن السوداني. نجدد التحية على حضراتكم مشاهدينا، والآن إلى تطورات الملف الأوكراني. الأزمة الأوكرانية في تفاصيلها، قالت السلطات الأوكرانية إنها تعزز قواتها في منطقة دونباس الشرقية وتصد الهجمات المستمرة التي تشنها روسيا على بخموت وبلدات أخرى هناك. وأضافت السلطات الأوكرانية أن التعزيزات أرسلت إلى سوليدار، حيث أن الوضع في غاية الصعوبة هناك. ومن جانبه قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بخموت وسوليدار صامدتان على الرغم من الدمار واسع النطاق. Російськими ударами наші воїни відбувають, допустим.
ذكرت وكالة رويترز أن بريطانيا تدرس تزويد أوكرانيا بالدبابات لأول مرة لمساعدتها في التصدي للقوات الروسية. وقالت رويترز إن المناقشات جارية منذ أسابيع حول تسليم الدبابة القتالية الرئيسية للجيش البريطاني شالينجر 2 إلى أوكرانيا. Hello everyone and welcome back to the Military Update channel. The FV-4034 Challenger 2 is the UK's main battle tank. أفادت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية بأن روما لن تتخذ أي قرار بشأن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قبل فبراير بسبب اعتبارات تتعلق بالتكلفة ولوجود نقص في المعدات العسكرية. وقالت الصحيفة الإيطالية إن هناك معارضة فيما يتعلق باعتماد قرار لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا من حزب اليمين في إيطاليا، مشيرة إلى وجود قلق داخلي بسبب تكلفة الأسلحة التي من المفترض إرسالها إلى كييف. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تتابع عن كثب التطورات السياسية والتنموية في الصومال. جاءت تصريحات مدبولي خلال ترأسه لجلسة مباحثات موسعة مع نظيره الصومالي حمزة بري. من جانبه أكد رئيس وزراء الصومال أن بلاده لديها ثروة حيوانية تقدر ب 40 مليون رأس ماشية، بالإضافة إلى 8.5 مليون هكتار أرض زراعية، معربا عن تطلعه للتعاون مع مصر في مختلف المجالات. تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم ورشة عمل عن آليات دمج وتأهيل المفرج عنهم. تتناول الورشة مناقشة التحديات الإجرائية والمجتمعية التي تواجه المفرج عنهم ودور لجنة العفو الرئاسي في تفعيل الدمج والتأهيل وطرق إعادة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم اجتماعيا. قدم عدد من أطفال مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ابني أديبا من خريجي المرحلة الأولى للمبادرة، قدموا أعمالهم في مسابقة المبدع الصغير التي تعتبر من أكبر وأهم مسابقات المواهب للأطفال على مستوى الجمهورية، وذلك برعاية السيدة انتصار السيسي. تعد مبادرة ابني أديبا مشروعا لتطوير مواهب الأطفال في الكثير من المجالات المتنوعة من سن 6 سنوات وحتى 14 سنة. والآن مشاهدينا الكرام نفتح مع حضراتكم نافذة اقتصادية مع ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكما نهى وأميرة، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير البنك الدولي بعنوان مرصد الاقتصاد المصري، دعم القدرة على الصمود في وجه الأزمات من خلال الإصلاحات المالية. التقرير ذكر أن معدل النمو في مصر شهد تعافيا قويا قبل تصاعد وتيرة الأزمة في أوكرانيا، حيث بلغ متوسط معدل النمو في السنة المالية عام 2021-2022 ارتفاعا يقدر ب 6.6%. وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تنفذها مصر ستساعدها على تجاوز الوضع الحالي، حيث أدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة منذ عام 2014 إلى تمكين مصر من دخول الأزمات المتتالية بوضع أفضل لحسابات المالية العامة واحتياطيات نقد أجنبي كبيرة.
أكدت وزارة البترول أن تنمية منطقة المثلث الذهبي تحتاج مشاركة كافة الجهات وقطاعات الدولة ذات الصلة. جاء ذلك خلال ورشة عمل للتنسيق بين قطاعي التعدين والصناعة لبحث الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، حيث أكد وزير البترول طارق الملا أن ورشة العمل هي ترجمة فعلية لتنفيذ توجهات الدولة في هذا الملف الذي يحظى بعناية خاصة من القيادة السياسية والحكومة. تبينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا EGX 70 وEGX 100 وسط تداولات مرتفعة. وارتفع رأس المال السوقي ملياري جنيه ليغلق عند مستوى 1.35 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة تقدر ب 59% ليغلق عند مستوى 16,096 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة تقدر ب 1.28% ليغلق عند مستوى 2883 نقطة. كما هبط مؤشر EGX 100 بنسبة تقدر ب 85% ليغلق عند مستوى 4331 نقطة. أفادت وكالة رويترز للأنباء أن مجموعة جولدمان ساكس ستبدأ في الاستغناء عن آلاف من موظفي المجموعة اعتبارا من الأربعاء المقبل مع مواجهتها أوضاعا اقتصادية صعبة. وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز التخفيضات في الوظائف 3000، فيما ذكرت وكالة بلومبرج أن البنك سيستغنى عن نحو 3200 وظيفة. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى نهى وأميرة. شكرا لك ميرنا. والآن مشاهدينا الكرام إلى عناوين الأخبار في ختام نشرتنا. الرئيس السيسي يؤكد أهمية دور الجمعيات والكيانات الخيرية ويطالب بالاهتمام بالمبادرات الخاصة بالزراعة لدعم المجتمع. مدبولي ونظيره الصومالي يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجال التعاون الثقافي والإعلامي والتعليم العالي. مصر ترحب بانطلاق آخر مراحل العملية السياسية في السودان وتدعو الأطراف الإقليمية والدولية لاستئناف مساعدتها التنموية للخرطوم. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. في أمان الله.